صراحه هي مقابله اللي كنسمعنا في عرس ماشي مقابله، لان شفنا الاخوان ديالنا اللي تقريبا من 83 ما شفناهمش، وميم طو بان الدراري الشباب تقريبا يتعرفوا على اللعابه القدام، لان كاين لعابه دي زانترناسيونال اللي ما شافوهمش دراري صافي لونطون، يلاه كيتعرفوا عليهم لان الانسان كيتغير الملامح ديالو. لذلك فهو كنعتبره هنا عرس رياضي، شفنا فيه الاخوان وما فيه لا شغب لا صداع، هذا الشيء اللي كنتمنوا حنا باش الدراري ياخذوا الميساج او ميم طون. وهو نكذب عليك، هذاك الفيزيون نورمالمون خساره بالنسبه للنادي ديال جمعيه الحل البيضاويه، لان واحد الحقبه ديال واحد الشباب كلهم ضاعت، اللي منهم كاين اللي مساكن، اللي منهم حارفوا، كاين اللي ضاعوا، الا نقدر نقول لك الا الدراري ديال لي سينور هما اللي مشاو بعيد، اما بالنسبه لكاع الدراري اللي ديبيتون كلهم مساكن ضاعوا، وهذه كانت خساره بالنسبه لجمعيه الحل البيضاويه نورمالمون اعتقد، لا اعتقد، لان كيبان لي بان الدار البيضاء حكر على واحد المجموعه ديال واحد الفرق اللي هم معروفين على راسهم الوداد والرجاء، وراك تعرف بان الطاس اللي عندها تاريخ ما بقاتش، يعني كاين جوج فرق اللي غاديين في الراس دائما، كيبقاو غاديين في الراس دائما. لعبنا في فريق الاولمبيك البيضاوي اللي كانت مدرسه كبيره، لعبنا مني كانت جمعيه الحالي حتى تحول الاسم الاولمبيك البيضاوي اللي ولا اسم كبير بصموا عليه لعابه كبار. اللي كانت اسفوا عليه هو ان الاولمبيك البيضاوي في العام ديال الاندماج هو ان كانت عندها خزان من اللاعبين الشباب، لان كنا كنلقاو في كل كاتيجوري كنا كنلقاو ثلاثه الجروبات ا بي سي، لا من كادي لا من مينيم لا من جونيور لا من ليسبوار يعني، وكانت ان الاولمبيك البيضاوي كانت كطعم اللعابه بزاف ديال الفرق بزاف ديال سميتو الفرق الوطنيه كانت كطعمهم باللعابه الشباب كيمشيو بريتيك اللي كيمشي ديفينيتيفمون. اللي كانت اسفوا عليه هو ان هذا الفريق بقى غير الاسم والارشيف لا غير، ولكن سنه الحياه ما عندنا ما نقولوا. نقول لك بصراحه هو اننا كندخلوا لتيسيمه، ملعب تيسيمه اللي كان ملعب زاهي بالمنظر ديال الملعب ديال العشب ديالو الخضرار ديالو ولا الجنبات ديالو اللي كانت كتعجب بشباب واطفال انهم كيلعبوا الكره. ملي كندخلوا دابا ان كتحبسك البكيه بصراحه، كتحبسك البكيه وكتاسف على ذاك الملعب اللي رجع في هذيك الحاله. ولكن بالنسبه للعابه الكبار بالنسبه كنشكروا الاخ انيس الحسن ممارس شيبا مصطفى سلامي جريندو اللعابه هادو اللي بغينا ناسسوا جمعيه رياضيه ديال الاولمبيك البيضاوي ونبداو نهتموا بالفئات الصغرى. ولكن لقاتنا واحد العراقيل كبيره، وكاين حتى بالنسبه للعقليه المغربيه شويه ما كتساعدش انك تمشي في هذا المنوال. ولكن بصراحه الاخوان في الفترات القليله دابا فكروا انهم غادي يرجعوا لهذه الفكره باش ياسسوا هذه الجمعيه ديال الاولمبيك البيضاوي ويرجعوا غير على الاقل يرجعوا الفئات الصغرى باش يبقاو دوك الوليدات. علاش؟ لان كتساهم باش كتحيد انحراف من الشوارع، كتساهم الشباب انهم كيرجعوا الرياضه، لان فريق الاولمبيك البيضاوي صراحه منطقه سباته ضاعت في فريق الاولمبيك البيضاوي. اللي كنعرفوا اندماج الرجاء هو اللي كان سبب ديال اندثار فريق الاولمبيك البيضاوي، والمشكل اللي كان هو ان فريق الرجاء البيضاوي ملي خدا الفرقه خدا الفرقه كامله، يعني خدا غير لي سينيور اخر لعاب هو جريندو، يعني فين هما اللعابه اللي كانوا في لي كاتيجوري صغار منه في جينيور كادي مينيم في ليكول، يعني تقريبا واحد 1000 ولا 1500 لاعيبه اللي ضاعت ما شفنا منها حتى شي واحد اللي لعب في الرجاء، في حين انه اللعابه اللي عيطوا عليهم وبقوا معاهم تعرضوا لواحد النوع من تهميش ومن تضييق، ولا من الاداره اللي كانت مسؤوله ديك الساعه اللي كان اللي فيها دابا النيت فتح جمال. يعني كان خصهم ياخذوا لعابه كاملين، بان راه ظلم لهذه المنطقه ديال العمارات من سيدي عثمان وديال احياء هي كثيره اللي كاينه هنا اللي ضاعوا فيها لعابه اللي كانوا غيكونوا في المساواة، كانوا غيكونوا في المساواة زعما صراحه، ماشي غادي نبداو حنا اللي كيعرف العرقوب اللي تيعرف سعيد تيكانا اللي تيعرف لعابه دازوا من هنا مزيانين سعيد اقصبي، هادو لعابه دازوا هنايا ولكن ما دوماج ماشي ما كانوش في الرجاء وما كانوش في الوداد باش غادي يبانوا.